لو اتكلمنا بقى يعني لسه احنا في الجامعات واتحاد الرياضة للجامعات وعدد الطلاب والمشاركة الفعالة والبرامج، يعني خلينا نعرف. اما نقول مثلا اتحاد الجامعات، حضرتك رئيسه وزير التعليم العالي، فاحنا كده كمان في توجه من الدوله ان مش التعليم العالي والبحث العلمي فقط هو مسؤوليه وزير التعليم العالي. هو قبل كده كان بيبقى مين رئيسه؟ كان قبل كده ممكن طلاب؟ يكون اي استاذ، ممكن او يكون طالب، اي استاذ، لكن النهارده بيبقى رئيسه زي اتحاد المدارس رئيسه وزير التعليم التربيه والتعليم. فاحنا النهارده بنقول في مسؤوليه اضيفت على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الرياضه الجامعيه دي مسؤوليتك. طب هتهندلوا المسؤوليه دي ازاي يا دكتور؟ يعني فكره ان انتوا هتعملوا ايه عشان توسعوا من قاعده الممارسه الرياضيه لكل طلاب وطالبات الجامعات، سواء بشكل تنافسي يعني من خلال مسابقات وبطولات الى اخره، او حتى من حيث المبدا فكره ان الطلبه والطالبات يمارسوا الرياضه بشكل يومي. لو تسمح لي اجاوب على سؤالك، كان في شهر 9 كانت الجامعه البريطانيه عامله تكريم للست لعيبه اللي حاصلين على ميداليات اولمبيه. كلمه وزير التعليم العالي هو بيقولها، فبيقول انا كان في اجتماع مع فخامه الرئيس الاسبوع اللي فات، وفخامه الرئيس بيسال هتعملوا ايه للطلبه في بدايه العام الدراسي؟ وهبدا بقى اجابه سؤال حضرتك. ان احنا مش من اول يوم في العام الدراسي، احنا عملنا يمكن بطوله، كانت بطوله يمكن دوره رمضانيه، وبعدين طلع قرار من دوله رئيس الوزراء الغاء الدورات الرمضانيه، حولناها بعد كده اما بدا النشاط لبطوله صيفيه. احنا عندنا 5 قطاعات في الجامعه، يعني ابتديته قبل بدايه الموسم الدراسي اصلا من الصيف ما بنقفش. في قطاع الصعيد، في قطاع الدلتا، في قطاع مدن القناه، في قطاع القاهره الكبرى، في قطاع الجامعات الخاصه. عملنا 5 معسكرات، الولاد كانت بتيجي بتلعب كره قدم خماسي وطايره شاطئيه، البنات طايره شاطئيه. عملنا 5 افواج، يمكن الفوج الاولاني كان فيه 13 جامعه، كان في معهد اعداد القاده في حلوان، الفوج الثاني كان فيه 15 جامعه، السيمي فاينل كان فيهم 14 جامعه، البنات في الطايره كان فيه 16 جامعه، النهائي بتاعهم كان يوم 7 و8 و9 اكتوبر، 9 اكتوبر ده بدايه العام الدراسي. كويس؟ بدايه العام الدراسي كان فيه ماراثون تحيا مصر، شارك فيه حوالي 25 جامعه في جامعه قناه السويس. احنا بنتكلم بقى ده الصيف طبعا. وبعدين اول يوم دراسة في 25 جامعة بتشترك معاك في لقاء، حاجة يعني حاجة محترمة قوي. على قطاع المنافسة، يمكن حضرتك عرضته، يمكن لسه مخلصين بطولة الملاكمة 4 ايام في المركز الاولمبي في المعادي، وكانت بتنظمها معانا يمكن في موجود سعادة رئيس الاتحاد المصري للملاكمة الدكتور عبد العزيز غنيم، كان جاي بيوزع الجوائز بنفسه، كانت بتنظمها مع الاتحاد وزارة التعليم العالي. لو هنقول نبدا قبل كده شويه، كان في طبعا بطوله البنتابول والرمايه، حضرتك دي كانت في جامعه قناه السويس، في بطوله الكروسفيت، يمكن دي بطوله اللياقه البدنيه، ودي اللي بنحاول نوصل فيها باكبر عدد من الناس اللي ما بتلعبش رياضه. يعني طبعا انت عارف انت لعيب كوره، هي لعيبه باسكت، فانت متخصص بلعبه معينه، لكن النهارده ممكن مستوى اللياقه البدنيه بتاعك يؤهلك ان انت تلعب بعض البطولات سواء للولاد والبنات، ودي برضه كانت موجوده في جامعه قناه السويس. هي مجموعه يعني من الانشطه، الهدف بتاعتنا واحد، ناخد منتخب، ويمكن عندنا بطوله دوره العاب افريقيه في شهر 6 القادم في غانا، وبطوله اولمبيات للجامعات في الصين باذن الله. فالبطولات دي بتؤهلنا ان احنا ناخد المنتخب اللي هيلعب ان شاء الله البطولات الدوليه القادمه.